هاتفيا ينضم إلينا الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية لك دكتور، إذن زيارة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر ولقاء مع الرئيس السيسي، بيان مشترك هام للغاية خرج بعد هذه اللقاءات، تم التأكيد فيه على متانة العلاقات، هذه العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والسعودية. الأمن هو لا يتجزأ بين البلدين، مصر تدعم السعودية في كل القرارات التي تتخذها حفاظا على أمنها، وأيضا السعودية تدعم مصر في كل ما من شأنه أن يحقق أمنها. كيف رأيت هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ يعني الرسالة الأساسية لتلك الزيارة هي صلابة العلاقات المصرية السعودية. يعني رغم ما قد يحدث تصور لدى البعض أن سمة خلافات في بعض الملفات والقضايا ما بين القاهرة والرياض في بعض الفترات، أو أن سمة فتور قد يحدث في بعض اللحظات، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير إلى أن تأكيد القيادات السياسية في البلدين على دفع العلاقات الثنائية قدما في مجالات مختلفة، بعضها سياسي وبعضها أمني وبعضها اقتصادي. ما تشوف حضرتك يا استاذ شادي الاتفاقيات التي وقعت خلال الساعات الماضيه في مجالات مختلفه، المملكه العربيه السعوديه اما ان تكون المستثمر الرئيسي في السوق المصري، او على الاقل تبقى في المرتبه الثانيه بعد دوله الامارات، بتعكس الى اي مدى الوجود السعودي في مصر. أكثر من ذلك، إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة تقترب من 6000 شركة أو ما يزيد، بالإضافة إلى التصريحات بعض المسؤولين السعوديين اليوم أنها حجم الاستثمارات وصلت إلى حوالي 53 مليار دولار وفقا لتقديرات عام 2022. فالرسالة الأولى وهي صلابة العلاقات المصرية الاستراتيجية السعودية، والبيان الصادر عن الوفد السعودي حتى قبل صدور البيان الختامي يشير إلى ذلك. النقطة الثانية أن دعم مصر للسعودية ودعم السعودية في مصر يصب في مصلحة البلدين، لأنه لم يعد لدى الدول الرئيسية في النظام العربي القادرة على الدفاع عن المصالح العربية ترتيب البيت العربي باستثناء دول قليلة، مصر، السعودية، الإمارات، بعد التغيرات العنيفة التي شهدتها دول مختلفة، سواء التي مرت بحراك ثوري أو دخلت في أطون صراع مسلح. النقطة الثالثة أن هناك ترتيبات وأدوار وتحركات تقوم بها القاهرة بالتشاور مع السعودية لتنقية الأجواء العربية، وهذا ليس وليد اليوم. من يشاهد التفاعلات التي تجرى على قدم وساق منذ بداية هذا العام للترتيب لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر، والتي يزورها في تلك الساعات السيد الأمين العام لجماعة الدول العربية، يلحظ أن هناك أدوار وتحركات لدول عربية رئيسية تقودها كل من القاهرة والرياض. وقبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان هناك زيارة لملك البحرين الملك حمد بن عيسى ولقائه بسيادة الرئيس في شرم الشيخ، وكذلك الحال بالنسبة للعاهد الأردني الملك عبد الله الثاني. الأكثر أهمية من ذلك أن ثمة استعدادات مسبقة لتوحيد الرؤى وترتيب الأفكار من خلال هذه الجولة والقمم التي عقدها السيد رئيس الجمهورية خلال الساعات الماضية مع ملك البحرين وملك الأردن، لاستباق للجولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع جدة في 16 من الشهر المقبل. فإذا كان للولايات المتحدة تصورات محددة ماذا تريد من المنطقة، سواء فيما يتعلق ب زيارة إمدادات الطاقة وتحييد دول الإقليم عن دعم الموقف الروسي في الحرب الأوكرانية، أو حتى محاولة حجم لموقف عربي وإقليمي
ضد إيران، إلى أن على الجانب الآخر كان يتعين، وده اللي حصل، إن هناك تحركات من دول عربية لأن تكون لديها خيارات تخص أوضاعها الاستراتيجية في المنطقة. فكان من الطبيعي أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير محمد بن سلمان. أخيرا أحب أن أشير إلى أن هناك طبيعي أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل المحطة الأخيرة في جولته الإقليمية وهي تركيا، لأن إذا كانت لمصر قضايا عالقة مع تركيا كان أيضا للسعودية قضايا عالقة، وكذلك الحال مع الإمارات. فكان من الطبيعي أن يكون هناك تشاورات. واللي عايز أقوله، إحنا زي ما مصر كانت لديها مشكلة وأزمة مع قطر، فدخلنا في أزمة كلنا كدول رباعية مع بعض وخرجنا منها حتى بالصلح أو الاتفاق أو التهدئة مع قطر مع بعض. هكذا الحال بيحدث مع تركيا. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.